我是爷爷，我是谁？你是爷爷。好的，听爷爷说。موضوع المليونيرات ده كان بيزعجني ليه بقى؟ في خبراتي اجي مثلا داخل مكان يقولوا لي لا في حد مهم جدا، ايه بقى مهم؟ يقولوا لي اصله ده مليونير، لما كان المليون جنيه ليها معنى. كنت عندي دايما التساؤل، يعني عنده مليون جنيه هي دي كل الصفه هو ده كل الانجاز؟ يا طب لو عنده نص مليون جنيه هيبقى اسمه نص مليونير؟ الحكمه الصينيه هنا بتلخبط الحقيقه. في حكمه صينيه بتقول انه كل شيء يشترى بالمال حتى ما لا يشترى، وفي حكمه صينيه بتقول كل شيء يشترى لكن في حاجات لا تشترى، وانا بميل للحكمه دي مهما هتقعد تحكي لي على المليونيرات. والمال ده عين العقل، والعقل ده دقن عيني، والمال ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زي. انا احب اصلي الصبح وعمري عمري ما اروح بدري، مخلوق رافض للنص والعمر بايس بصاري، وبصاحب كل الخل البيت صاحبي والفقري، واتعشى في باب الخل وافطر على البحر في بحري، اجي اتغدى ملاقيش ملعنش الازمات وانا ويالي العريس زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ملعنش الازمات، احلم وانا معيش انا بحلم.